عندما يكون المرء على حق قبل أن يأذن الله بقطاف نصره في ميدان حومتها، قوموا فداكم كل عزيز عدا شرف الموقف والحال، وقولوا لأعدائكم أعداء أمتنا من اليهود المغتصبين الأنجاس وحلفائهم الطامعين والاستعماريين جميعا وتابعيهم وأذنابهم الأذلاء، ارفعوا أذاكم عن أمة العرب أمة الأنبياء والرسل، وكفوا سوءكم وأخزاكم الله عن أمتنا المجيدة. فهذا هو التوقيت المناسب أيها العرب لتقولوه وتعملوا عليه، فقد بلغ السيل الزبا واستوطن الظلم وبلغ مداه وبلغ الصبر استحقاق مرحلته وزمنه، وجاء التوقيت الصحيح لفرصتكم التاريخية لتكونوا كما أراد الله لكم ولدوركم، وإلا استبد الظلم بكم أكثر وأكثر من أعداء الأمة ليسوموكم سوء العذاب في الوقت الذي أنتم أدعى، لتشكروا من كل خير في الأرض بعد الشكر لله وأنبيائه. وسوف ينصر الله من ينصره، ويعز المجاهدين الغيارة على أمتهم وشعبهم، وكل مناضل حر أمين شريف. المجد للشهداء، المجد وعليين للشهداء، المجد وعليين لشهداء فلسطين وشهداء العراق ولبنان وشهداء الأمة العربية. وعاشت أمة العرب ورسالتها الخالدة، وعاش المجاهدون والمناضلون العرب، وعاشت فلسطين وعاش العراق، عاش العراق وعاشت فلسطين. ولتسقط في الجحيم كل المؤامرات والمحاولات الشريرة، ولتخسأ كل قرارات أمريكا عدوة الشعوب وحلفائها وأعوانها وأذنابها. والله أكبر، الله أكبر، وليخسأ الخاسرون.